I don't know, that might be part of the story here, because the poverty story is doesn't really show the decline. You know, through every which way we have looked at it, and we are very, we know that this is the sentiment, so we have looked at it. But I think it might have quite a bit to do with inequality also. Sorry for giving a really long answer. And just another two quick answers is that on disabled people, you see the way the HICE is sampled, the incidence of disabled people isn't as much for it to be representative. So there are 11,223 households in the HICE, which is a big sample for the size of Jordan. But its aim is really to kind of get at poverty, you know. And Dr. Romari here is thinking about how to make it a multi-topic survey and all that. But to get at issues of disability, really the sampling would need to change. And finally, cash transfer not being a sustainable solution. Again, I don't think we have the time to talk about the long-term things. I just gave you the short-term immediate impact questions. Huh? So. You really want to translate the answers? Sorry. يعني اللي بحكيه الدكتور سراج الدين انه بعض الغضب او الشعور بالاحباط عند الواحد هو ليس فقط من الفقر بل نتيجه ازدياد الهوه بين الناس، عدم المساواه في داخل المجتمع بحد ذاته. وضرب مثال حلو كثير بدي كتبته، لاني كتبته بدي اشرحه. حلو، عجبني. اللي هو لو دخلي 100 دينار، لو دخلك 100 دينار ودخلي 200 دينار وزاد دخلك 50% وانا زاد دخلي 50%. هلا احنا كان الفرق بين دخلي ودخلك 100 ليره، صح؟ انت 100 وانا 200. هلا لما زاد من 100 ل 150 طبعا انت انبسطتي، صح؟ اجتك زياده 50%. لكن بتطلعي انه انا دخلي لما زاد كمان 50% بطل 200 صار 300. الفرق بين دخلي ودخلك صار قديش؟ 150. كان 100 صار 150. زاد شعور الغضب واللي ممكن يمزق العقد الاجتماعي بالبلد. بالنسبه للعينات للاسف يعتذر لانه ما العينات السيرفي ما بيبين، يعني ما مش واضح في حالات الاعاقات بشكل كبير لانه يسوي فرق احصائي او يصير التركيز عليه. السؤال اللي هو من مس بيبي انه هل يؤثر ال 300 مليون دينار هذه اللي التعويض اللي بيروح للعالم، هل هو سستينبل؟ هل تقدر الحكومه تدفعه كل سنه؟ طبعا هذا سؤال مهم، لكن هذه بدها خطط على المدى البعيد وهي خارج البحث هذا. الجوهر المكنونه في البحث اللي شغلتين انه اكتشفنا انه في ناس بفترات معينه من السنه بتصير افقر مما كانت عليه. بنقدر من خلال استطعنا انه نقيس الفقر بفترات اقرب بدل ما نضل نعتمد على 2010 اللي هي ارقام صار عليها اربع سنين. وكمان بنقدر انه ندرس السياسات هل تزيد من الفقر او تقلل منه. وهي اشياء مهمه للمشاركه فيها. اسئله اخرى؟ معالي الدكتور هشام بعدين انت. Start with developing data about Jordan. I recall the poverty ratio is still the same, but it's increasing now a little bit. We'll be very lucky if we keep it at bay. That was really astonishing, and there is a paradox here. They have the growth rate, the economic growth rate, they have the unemployment, and they have the poverty. Why is that? Is there structural distortions in the economy? Or faulty data that we rely on? Since you are closely watching the current Jordan, can you shed some light on that? Shall I thank for that?
توزيع ليش؟ يعني توزيع الدعم في فترات، توزيع الدعم لفترات. طب احنا قاعدين نحكي عن مش حل مشكلة، لكن نحكي انه بدنا نوزع على الفرد عشان يخلص من الفقر خلال فترة زمنية نقود. طيب احنا ياتي ما حلينا الفقر نفسه، شو سبب الفقر؟ انا متوقع الحكومة تركز على المشاريع الاستثمارية والبنك الدولي نفسه يركز مشاريع استثمارية حل جذري وليس حل فقط خلال فترة زمنية محددة. شكرا. معلش أنا أجابك عليه سريع. هذا ليس موضوع البحث. أوكي. البحث إنه هل الكاش توزيع النقدي اللي هو ليس توزيع لحل مشكلة الفقر. ليس لتقليل الفقر، لتعويض الناس عن إنه لما تشيل الدعم عن المحروقات تعطيهم كاش. هل عوضهم هذا كفاية؟ هل هو أفضل ولا؟ فهذا موضوع البحث. السؤال موضوع ثاني. سكرين بدران وبعدين فادي. أسف والله. هلا راح نوصل كله لاحق كله. يعني بآخر خمس دقائق. Thank you for a job well done actually, but I would like to go down to the roots if you don't mind. Could you just tell us and brief us a little bit more about the survey? The structure of the survey, how did you get the information, what did it entail, and the challenges that you have faced in terms of getting the information. Because, of course, if you get the right survey, the outcome will be, you know, highly credible if it was a poor survey. Although I really believe that the outcome is really, you know, a very good outcome at the end of the day. But I would like to go to the roots sure. of what we have done so far. This is number one. Number two. Do you think that this has to be repeated again? And every how often? Is it like every 5 years, every 10 years? Or did you just depend on the aggregated data that you have already, and then you just do it theoretically, like a desk work, rather than going to do it on the ground again? Thank you. Okay, shall we take two more questions? Or... Okay, ناخذ الجنب هناك. تفضل. المبسوط على موضوع البحث الذي طريقة بحث جديدة تساعدنا السنوات القادمة. جبت المعلومة واحدة في النهاية خلاص. اللي غاب عن موضوع كلة استلام الدعم. كلة استلام الدعم. اثنين لما ربطوا موضوع المتعطلين والاشخاص المشتغلين في الاردن بتكلم عن انخفاض بنسبه دول الخدمه المدنيه والاعلان الحكومي في 2010 النقطه